نتحدث عن قطاع الصحة. نتحدث النهاردة سيادة الرئيس في هذا الاجتماع سيادتك حضره الخاص بالأدوية، المخازن تمام. الاستراتيجية للأدوية، إيه اللي بيتم وإيه اللي هيتم في هذا المجال تحديدا؟ هو طبعا يعني سيادة الرئيس وجه بهذا إنشاء مراكز يعني ل يعني مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية ذات مستوى رفيع وبكل المقاومات والتجهيزات العالمية. طبعا الهدف هنا هدف استراتيجي مهم جدا. أيوة. ان الدولة يبقى فيها احتياط استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في منتهى الأهمية. وطبعا الفترة اللي فاتت بما فيها من أوبئة وكوارث وحروب عالمية وخلل في عملية توصيل المستلزمات وتوصيل المواد الخام، سلسلة التوريد وسلسلة الشحن كان فيها خلل شديد، سواء خلل في المنظومة نفسها نتيجة للأوبئة والحروب أو ارتفاع غير معهود في الأسعار. فسنتك لما يكون فيه يعني مخازن استراتيجية فيها كل المقاومات والأساليب العالمية التي تحفظ الدواء والمستلزمات الطبية، بحيث لو في أي ظروف طارئة طرأت في أي وقت، كان وباء، كان حروب، كان كوارث، كان أي شيء، ربنا يحمينا إن شاء الله ويحمي مصر. يبقى إذن هذه الاحتياطات الاستراتيجية في هذه المخازن متوفرة بكل سلسلة الإمداد والتوريد. هل احنا بنتكلم على مخازن في محافظات مختلفة ولا في مكان واحد؟ أو هي في أماكن هتختار فيها وبعد كده سيادتك حسب الأماكن الاستراتيجية اللي هتختار عشان يتعامل فيها هذه المخازن. طبعا يعني دي نقطة مهمة جدا، وبعد كده انت بتقدر تربط هذه المخازن الكبيرة المجهزة بكل سلسلة توريد في مختلف أنحاء الجمهورية، وبيبقى عندك مخازن فرعية تقدر تحط فيها هذه المستلزمات طبقا لحاجة كل مكان وكل محافظة. هل احنا يعني سيادة الرئيس النهاردة كان بنتكلم في هذا المجال لأول مرة ولا اخترنا الأماكن وهنبدأ التنفيذ على طول؟ يا فندم الفكرة موجودة والترتيبات اتعملت والخطط للتنفيذ بدأت فعلا. عظيم. والأفكار لتنفيذ هذه المخازن وأساليب يعني تنفيذها وتمويلها والتخطيط لها وإدارتها، كل دي تم دراستها بصورة موسعة جدا وبأرفع مستوى، والتنفيذ هيتم. هل بنتكلم على استثمار مصري ولا معانا أجانب ولا مع مين ولا معانا شركاء؟ الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ هذه المخازن وتضمن استمراريتها وتضمن تمويلها وتضمن إدارتها. عظيم. طب سيادة الوزير نروح للملفات الكتير، ملفات الصحة كلها دائما ملفات مهمة. سيادة الرئيس النهاردة كان أيضا بيتكلم على معهد ناصر والمدينة الطبية في معهد ناصر، إيه اللي رايح أو رايحين فين في مسألة المدينة الطبية معهد ناصر وهم يقدموا هذا المعهد من خدمات للمصريين وحتى العرب اللي بيجوا يتلقوا العلاج أو عمليات جراحية؟ هو عرب ومن جنسيات أخرى كثيرة جدا. نعم. حضرتك في مدينة طبية بتاع جامعة عين شمس اتعملت فعلا أو هي موجودة بتستكمل، والإجراءات اللي تمت فيها وما تم ضخه من أموال فيها أموال كبيرة جدا عشان مدينة طبية متميزة وجامعة عين شمس. سيادة الرئيس وجه معهد ناصر من ضمن المؤسسات الصحية رفيعة المستوى وفيها إمكانيات كبيرة جدا وبيخدم عدد ضخم جدا من الشعب المصري ومن زوار مصر في السياحة العلاجية أو للعلاج، سواء من الدول العربية أو الدول الأفريقية أو أي دول أخرى. فالتطوير الشامل اللي هيتم في معهد ناصر واللي بدأ فعلا يعني سيادتك يمكن بيعلن بعد ما الأمور تبدأ فعلا. نعم. فتطوير كبير اللي هيتم في معهد ناصر ومنشآته وعمل مجموعة من المراكز الطبية رفيعة المستوى ذات الخبرات الكبيرة في هذا المعهد. بدأ هذا التطوير، وطبعا كل سيادتك ما بيتطور مكان طبي بهذا الشكل وبهذا القدر بيساهم كثيرا جدا في رفع مستوى الخدمة الطبية بتقديم خدمات طبية رفيعة المستوى على المستوى الثالث لمجموعات كبيرة جدا من المرضى. معهد ناصر بيعمل زرع أعضاء
بيعمل عمليات قلب مفتوح، بيعالج الأورام. فإن شاء الله إن شاء الله لما يتحول إلى مدينة سعته الاستيعابية أكثر، سعته الخدمية أكثر، مراكز ذو مستوى رفيع تخدم المرضى، بينعكس بدون شك زي ما قلت حضرتك سواء معهد ناصر أو المدينة الطبية جامعة عين شمس أو المنشآت الطبية الأخرى اللي وجه بيها سيادة الرئيس، بتقدم خدمات رفيعة جدا لمصر والمصريين وأيضا لزوار مصر من البلاد الأخرى. سيادة الرئيس النهاردة كان بيتكلم على مركز زراعة الأعضاء. أيوة فهم. ده ماذا يعني بالنسبة لنا وماذا يعني بالنسبة في النهاردة بعض الناس بيواجهوا مسألة التبرع بالأعضاء وبتجد مواجهة من البعض، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي؟ الناس اللي بتقول لك لا وبيحللوا أو يعني في ناس داخلة في الموضوع كموضوع ديني. سيادتك ال زرع الأعضاء وزرع القرنية له قوانين صدرت في مصر وله لائحة تنفيذية كل المعايير العالمية وبكل الشفافية موجودة وبتطبق. في حالات في مصر محتاجة زرع أعضاء سواء الكلى أو الكبد، بدأنا دراسات وتجارب ما قبل الإكلينيكية لزرع الرئتين أو الرئة. فسيادتك يعني توفير هذه المراكز لخدمة عدد أكبر من المحتاجين لهذا هذه الخدمة، ده بيساهم كبير جدا في رفع المعاناة عن هؤلاء المرضى وعن أسرهم. نعم. حضرتك بتقول إيه للناس اللي بيحاولوا يعطلوا القصة دي، قصة إنه التبرع بالأعضاء؟ حضرتك هذا موجود في كل بلاد العالم، كل البلاد العربية، وسيادتك إحنا بنعمل في إطار القانون المصري وكل ولائحته التنفيذية والذي تم الموافقة عليه في مجلس النواب والمجالس النيابية، والقانون بيطبق فعلا وهيكون هو التعامل في هذا الإطار. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس.